من أول مرة شفتها دغري حبيتها. ما كان عيد ميلادي بس حسيت كأني خلقت بهداك النهار. بنفس اللحظة تأكدت إنه هي البنت اللي بدي أكمل معها حياتي. ما كانت بتعرف عني شيء، يعني مش حاطتني براسها ولحقتني مثل ما أنت كنت مفكرة. كل شيء بالأول كان صدفة، بعدين الصدفة تحولت لحب. هيه؟ ما بحياتنا كان بدنا شيء من بعض غير الحب. كل عام وانت بخير. شو السرين؟ أنا نزعت لكم سيربريز حاسس. ريان فرح. والباقي بتعرفي؟ جيت لعندك لهون وخبرتك. وانت كيف عرفت انه فرح ما بتليق بعائلتنا؟ اذا مش قبلنا حتى تشوفي صورتها. لانه المكتوب مبين من عنوانه شرشوحه مثل اللي جابه ابوه. بعدين شوف ريان، اطلع على وضعها الاجتماعي والمادي، رح تعرف انه هاي البنت عم تنبش على عريس غني لحتى يحل لها مشاكلها. هي ما بتحبك، بتحب مصاريك، فقيم هالفكره من راسك. لا مش مزبوط، فرح بتحبني وانا بحبها وهيدا المهم. طيب سؤال، انت ما بهمك ابنك يكون مبسوط؟ لانه بهمني انا حاسه انه ما رح تكون سعيد مع هاي البنت. ماما خلاص انتهى الحكي بهذا الموضوع. طيب مثل ما بدك، انا رح اتجوز، اعمل اللي بتلاقيه مناسب. للاسف طالع مثل ابوه. احسن ما اطلع مثلك. كذب كذب كل الوقت هو عم يكذب علينا. استغل طيبتنا وتضحك علينا بكل شيء. أمي من فترة صار معها ظرف صحي، اضطرت تروح على لندن يعني تتعالج هونيك، بس إنه هي عارفة كل شيء يعني كأنها هون. وهلأ حالتها مش كتير منيحة، فمنا قادرة تسافر يعني. بس إن شاء الله هيك أول ما يمشي الحال وتصير منيحة رح تجي على لبنان تتعرف على فرح وتتعرف عليك كمان. إن شاء الله بتقوم بالسلامة ونشوفها قريباً. هلأ أهم شيء صحته. إيه طبعاً. وأنت يا ابني لا تاكل هم التفاصيل، الأيام جاية لاحقين نتعرف على بعض. صدقني عم وقت أقول لك إنه حس إنه أنت وفرح عائلتي التاني، يعني بصراحة كأن هيك الله عوضني فيكم. المهم أنت هلأ لا تزعل، إن شاء الله أمك ترجع لكم سالمة، وأنت بتعتبر حالك من هلأ قبلي.